هذه والله الا بادره وطنيه زعما مزيانه بزاف للمراه اللي جالسه في الدار كربت بيت، ان زعما قاموا الجمعيات بهاد لاصال للمراه، ان زعما الجمعيات راه كاينين غاليين ما نقدوش، الانسان كاين اللي ما في المتناول ديالو، ولكن هاد المؤسسه اللي دارت هاد لاصال وهاد الجمعيه حنا فرحانين بزاف وغنستافدوا، ماشي ما غنستافدوش، غنستافدوا حتى حنا نبقاو نمشيو ونجيو حتى حنا نقوموا بالرياضات، نقوموا بانشطه، نقوموا بزاف ديال الحوايج، وحنا فرحانين بزاف. غتكون في فضاء باش تلاقاو نتوما كربات بيوت، تلاقاو في هذا الفضاء ضروري، حنا العيال تبارك الله كنبغيو نتعرفوا على بعضياتنا ونبغيو الجديد ونبغيو بزاف ديال الحوايج، وغادي نتعرفوا ان شاء الله على عيالات وعلى النساء اللي حتى هما ماشي يقدروا يكونوا تما ماشي ربات البيوت، يكونوا تما في شي مستوى ونستافدوا منهم حتى هما. سي المدي، هذه قاعه متعدده الرياضات ستخصص لربات البيوت في مقاطعه المعارف مدينه الدار البيضاء، يعني انت بنفسك رئيس جمعيه التحدي للمساواه والتدافع على النساء، كيفاش تشوف هذه المبادره هذه؟ اولا نبغوا نشكروا يعني جميع المتدخلين اللي خرجوا هاد القاعة للوجود، يعني من بينهم يعني المنتخبين وكذلك السيد العامل ديال عمل مقاطعة الدار البيضاء أونفا وعمدة مدينة الدار البيضاء اللي يعني حاضرة في هذا الافتتاح، يعني هاد القاعة تنقولوا قاعة القرب، يعني قاعة اللي غتكون قريبة من النساء ديال مقاطعة المعارف بشكل عام وخاصة يعني الساكنة ديال حي درب غلف بشكل خاص، يعني هادو من بين الحوايج اللي كنا تنطالبوا بأنهم خصهم ينعزوا البنية التحتية داخل المقاطعة ديالنا اللي هي مقاطعة المعارف، وكذلك بغينا هاد القاعات يكونوا يعني في مجموعة من المقاطعات ماشي غير مقاطعة المعارف، يكونوا في المقاطعات 16، نظرا أن اليوم النساء ربات البيوت يعني تيلعبوا واحد الدور مهم يعني في التنشئة ديال الوليدات ديال هاد البلاد، وخير دليل هو يعني الإنتاج التاريخي ديال المنتخب الوطني والدور ديال المرأة المغربية وديال الأم المغربية، يعني اليوم مقاطعة المعارف يعني هذه التفاتة مهمة للساكنة والنساء خاصة، وهذه قاعة لجميع النساء ماشي غير ربات البيوت، يعني يمكن لنا غير نشجعوا مثل هذه المبادرات. أنا جيت اليوم الافتتاح ديال قاعة الرياضة اللي تابعة تراب مقاطعة المعارف، كنشكر الناس المسؤولين على هذه البادرة اللي داروا لنا حنا كعيالات، ويعني جيت شفت القاعة يعني متوفر فيها جميع الآليات اللي غنحتاجوها حنا، وكذلك واحد البادرة اللي دارتها مقاطعة المعارف بالنسبة للعيالات اللي عندهم وليدات صغار، داروا خصوا لهم مكان فين يحطوا دوك الوليدات ديالهم على ما يمارسوا النشاط الرياضي ديالهم، وكذلك جات في بداية السنة الجديدة إن شاء الله كنتمنوا أن هذه الفرحة تعم يعني جميع مقاطعات الدار البيضاء كاملين، وكنتمنى من المسؤولين انهم دائما واحد الالتفاته للمراه المغربيه، وتحيه كبيره للمراه المغربيه، وشكرا لرئيس مقاطعه المعارف والموظفين وكل من ساهم في هذه البادره. القاعه غتفتح لكم بالمجان ولا بواحد المقابل؟ لا، انا اللي سمعت ان كاين واحد الثمن رمزي، هذا الثمن الرمزي هو اللي شجعنا باش نجيو نسجلوا، لان كما كتعرف ربات بيت يعني الواحد المدخول راه محدود لربات البيوت، ولكن ملي كاين الثمن رمزي هذا كيشجعنا باش نجيو ونمارسوا الرياضه، وقريبه لنا حتى في السكن ديالنا ما غنحتاجوش ترونسبور، يعني هذا فرحني بزاف.